للمسلمين قبلة المسلمين الأولى. في تريدين مسلمين آنو يفرماؤون كم لا تباري. ثاني مسجد بني على وجه الأرض. في دنيا كمان ما دنيا في الإقتصاد في سوق في الدنيا دنيا. وأنتم الآن مكان يسمى مقام نبي الله سليمان. شو المقام اللي ما يوم في الدنيا كان هو هذا سليمان الرسول في الدنيا كده. وهنا جانبنا مكان يسمى باب الرحمة يدخل منه المسيح في آخر الزمان. هنا في الشرق الجي غير نقبال جي. أي نقبال يدخل باب الرحمن هو. هذا يسوع عليه السلام شيل عليه. هذا باب الرحمن ولا أي نقبال غني. ويصلي مع الإمام المهدي. هذا الإمام المهدي عليه السلام يتوى نماذج بود في مسجده. ويقتل الدجال. الدجال قد تم عيسى عليه السلام لا. وخلف هذا اثنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قدرين نوما صحابي نباية كبرشي واحد. عبادة بن الصامت. هذا عبادة بن صامت نه. وشداد بن أوس. شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه واحد. وهذا المسجد هو صلى فيه نبينا إماما بجميع الأنبياء. في بليمار شيريا نبي الآل وغنوات بجوه يبوني بلي وجور وجباته ومنه عرج به إلى السماء الله تعالى في أرهب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قومي مهو ما تهوان المياكبة وفرض الله تعالى عليه الصلوات أليم وبس لو شبه غنوات مهو فرد الشيء لتبقى بين الدين وذكره في قوله تعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بھی پریم گتمانو میرا چھے لارا رہے پتہ بھی چلو جو قرآنے والے کیلے لعبے شیرہ رہے بارک ان اسرا بھی عبدہی لیلہ من المسجد الحرامے الى المسجد الاقصوہ تو بھی پریم اچھاو قرآنے والے بھی چھے کیا رہے والعجر والثواب فیہ مبارک لخمس مئت سبعہ بھی پریم آنمات پچھے لی اچھا پریم جب پوبیو اصابہ انگایا پوبیو جا رہے وہذا المسجد لہو ثلاثة عشر باتنہ في بريمار سوز بو دغبا بو سلاسة عشر مية في ستة عشر سلاسة عشر بو ستة بو بعد دغبا بو كي بو كي بو ستة بو شيء وفي قبة الصخرة المشرفة في ما أقوله بره قبة دي يقوله بره شوي كم قبة أري أري تمام هو مو قوم يقول ده دوار انتقى في السنة الأولى لأبينا آدم فرماوزو مو قوم يقول ده آدم الإسلام من ملاقات كده الثاني التقى بيحيى وعيسى. دنيا موقعه ما هذا يحيى لا هذا بشار مولانا كثير. وفي الثالث التقى بيوسف. تدي موقعه ما هذا يوسف عليه السلام. الرابع التقى بإدريس. لما لي ما هذا إدريس عليه السلام. الخامس التقى بهارون. لما غام هذا هارون عليه السلام. وموسى في السادسة. هذا موسى عليه السلام قال لما تشاو موقعه لما تشاو كما. وفي السابعة إبراهيم. هذا موقعه من كرتها ما هذا إبراهيم عليه السلام بيه. ثم بعد ذلك اختلف الحجب. أليا نتبع صلى الله عليه وسلم وقعه وسبله طوارئ رأى من آيات ربه الكبرى رأى من آيات ربه أليا نقوم جدد وابله إما نما جيجي لألاه قدرتك نشاني له وما تويه كده ونحن الآن نسأل الله سبحانه وتعالى لتقبل منكم زيارتكم أهو داري توجو بي حاجرو تبعنا جير حاجرو داري بيكي ريجي زيارتك ونشبه لك نقوازيه آمين يجمعنا وإياكم في جنات النعيم أهو رجلون ما سوزيرو جنت مالا جنون رسول جينا يا جير آمين ويخفف آلام المسلمين هنا في أرضنا وفي أرضكم كذلك أنتم أبو ديما كانغان يا ردي جينا يا مشير مسلماني كانغان يا ردي دوكا ميو أجر جنون نيجا نيجا مالا كانغان يا ردي سورة تيه والمسلم يبتلى على قدر دينه على قدر دينه في مسلمان مسلمان يا ترو ترو الدين يشيل بوشيل تمنو لو شبكة سنتا ما في دي يعني الله بقى سنتا اللي ينجي دي الله تعالى ابتلاكم فصبرتم انا وش بقى هاجيو له سنتا كو سنتا اللي دي سنتا يا هاجيو ايمان مو مدلو لاي صبر لو بقى هو بچن يا كما وخلي سيات الفرش وخلي ان شاء الله نرد مچانو كارا ما وش بقى چورو او مي مو چاو مي مو توتے مو يا وش بقى چي مي ما في با دي ان مع العسر يسرا ككيرو بيراي بيراي وش بقى ويقولوا سورة يوم تشيني الزنيبة نسأل الله أن يرحم شهداءكم لو شبهت دعاء دعوة رئيلة دي شهداء رئيلة لو تشاسون دعاء رئيلة وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم هم عاجلون يوم شيء عاجلين تبو مالي أنا شبتو بيوري جنات مالي إن شاء الله ليلة جرانو كيان سعودي جاء بي آمين المسلمين
آمين. الصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم تقبل منهم زيارتهم يا رب العالمين. وعدهم إلى أهلهم سالمين وغانمين وآمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين. الصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ببركة القرآن العظيم والنبي الكريم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على هذه الزيارة إلى مكان سرير هذا المقام مقام مقام سيدنا سليمان هو بيننا فتوقف هذا المقام الذي من الله سليمان أكيد على سيدنا جسنا جزاك الله.